بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن روابط تساهمية قطبية بين الذرات. طبعا إذا حدثت روابط تساهمية قطبية في أي وقت، فهذا يعني أن هناك مساهمة غير متساوية من ناحية عدد الإلكترونات بين الذرتين. في بعض الحالات تكون المساهمة بالإلكترونات بين الذرتين غير متساوية عادة، وهي تأتي كنتيجة للزيادة القليلة لأحد الذرات الإلكترون عن الذرة الأخرى. مثالا لذلك الأكسجين والهيدروجين يتحدان لتكوين رابطة مساهمة أحادية، ولكن الأكسجين له الأعلى للإلكترون عن الهيدروجين، وبالتالي في الإلكترون في الإلكترون ذرة الهيدروجين يقضي وقت طويل جدا حول ذرة الأكسجين أكثر من الوقت الذي يقضيه حول ذرة الهيدروجين. وبسبب ذلك تكون ذرة الأكسجين لها شحنة سالبة ضعيفة جدا، وذرة الكربون لها شحنة موجبة ضعيفة، والنتيجة تكون رابطة متساهمة مستقطبة بين الذرتين. يعني الروابط اللي بينهم فيها استقطاب قطبية بين الذرتين. وطبعا إلى هنا انتهى الدرس، وإن شاء الله نشوفكم في درس لاحق ونكمل هذا الموضوع. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليفي.